كل غدار وإذا في بالك أنا أرجع حبيبي أنسى الفكرة. حتيجي حبقى فيك شمتك
معنا المطرب والملحن جاسم محمد، يعطيك العافية. هلا والله، الله يعافيك. أول شيء كل عام أنت بخير ومبارك عليك باقي الشهر. الله يسلمك ومبارك عليكم الشهر، ويشرفني أن أكون وياكم اليوم تلفزيون سكوب، يعطيكم العافية. الله يعافيك. جاسم محمد، مطرب ملحن، شلون خلت هذه التجربة وشلون كانت تجربتك؟ طبعا أكلمك عن الغنى، في بدايتي غنيت غنية سينجل، طبعا هي من توزيع أخوي عبد الله عباس، ومن كلمات أخوي عبد الله الشامي، ومن الحان عبد الله عباس. هذه أول أغنية. وثاني أغنية كانت طبعا من كلمات أخوي الشاعر أحمد الصانع، وأخوي الملحن حمد القطان، وتوزيع عبد الله عباس. والثالثة كانت من ألحان أخوي الأستاذ حمود ناصر، وكلمات فهد الويضان، وتوزيع خالد. بالتوفيق. هذا بالنسبة حق الغنى، وبالنسبة حق التلحين شلون كانت تجربتك ومع منو تعاملت؟ طبعا بالتلحين في بدايتي تعاملت مع أخوي الفنان حمود ناصر، ويشرفني التعامل، والحمد لله يعني جت لي ردود وايد حلوة. من أعطيت أغنية يعني حق البومة، هي كانت في بالي، طبعا من كلمات أخوي الشاعر عبد العزيز الأبشل، والحاني، وتوزيع صايب العوضي. بالتوفيق إن شاء الله. وشلون كانت هذه التجربة مع هالناس اللي تعاملت معهم، بما أنها كان فيهم شباب وفي منهم فنانين، شلون كانت هذه التجربة مع اللي تعاملت معهم؟ طبعا من الشباب أحب أذكر أساميهم اللي تعاملت وياهم كألحان، أخوي الفنان عبد الله الشامي بغنية موت وقهر، أخوي الفنان عبد العزيز الويس بغنية مسكينة، وطبعا في تعاملات إن شاء الله جاية أهم عندي إن شاء الله ويا أخوي الفنان مشعل الشايع إن شاء الله قريبة، وأيضا هم عندي تعامل مع أخوي الفنان بشار شطي. دائما جاسم، دائما في حق كل ملحن أو كل شاعر شخص يدعمه، أو أنه في شخص يشرف عليه، منو أنت اللي تستشيره أو أنه يدعمك في ألحانك في الغنى؟ منو اللي تستشيره أو يكون إشراف وياك دائما وتاخذ رايه، ورايه وايد مهم عندك؟ طبعا كل الشباب فيهم البركه، هم يعني هو مو واحد، اكثر من واحد. طبعا احب استشير اخوي الموزع ربيع الصيداوي، من الناس المهمين عندي، كذلك اخوي حمود ناصر، كذلك اخوي الفنان بشار الشطي، عبد الغادر، واختي الانين، وبدر الشعيبي، وعبد الله عباس. يلا يخليكم حق بعض وايد. يعطيكم العافيه. الحين طبعا راح نسمع شيء من صوت جاسم محمد، شيء حلو وخفيف. راح نسمع من صوته لايف، مو تسجيل ان شاء الله. خلونا نسمع الأغنية. في كل خير تجي تسأل عن قلبي يا خوان، تجي تسأل عن شعوره، تقول شلون عز إنسان وهو طيب بخير، ولا يهمك أي شيء صار، أنا قلبي ترى مرتاح وقلبك هو الذي خسران، تذكر يوم أنا وياك نعيش الحلوة والمرة، ولكن ما أدري شو الخلاك تبيع العشرة في المرة، أنا أمنت قلبي لك ولكن قلبك الغدار، وإذا في بالك أنا أرجع حبيبي انسى هالفكرة. يعطيك العافية وما قصر. طبعا أنا أقولها قدامك ومن وراك، أنا الصراحة واحد من أشد المعجبين بأعمالك كغنى أو كألحان، وهذا شيء وايد وايد حلو. يعطيك العافية ومشكور وما قصرت. الله يسلمك، هذا دافع منك، ويعطيك العافية، وهذا من ذوقك، وإن شاء الله شد حيلنا إن شاء الله نستمر، وتشوف إن شاء الله شيء أفضل من اللي قاعد تشوفه إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. من هلال على جاسم. الله يسلمك ويعافيك، ويعطيكم العافية على الاستضافة الحلوة. مشكورين.